السلام عليكم احلى متتبعين ومتتبعات يوميتنا السعيده. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله جيت لكم وصفه جديده في فيديو جديد، نتمنى ان شاء الله يستحسن الاعجاب ديالكم. غنقدم اليوم حريشات الصغار اللي كيجيو رائعين، ويلا عجبكم ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والصحاب. بالنسبه للناس اللي اول مره كيزوروا القناه، ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وبلا ما نطول عليكم، خليكم معايا حتى نهاية الفيديو، ندوزو المقادير وطريقة التحضير. وغادي نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير كما كتشوفوا عندنا كاس ديال الحليب، كاس ديال الليمون، ثلاثة الكيسان ديال السميدة رقيقة، عندنا كاس لاروب تاع الكوك، كاس ديال الزيت، وكاس ديال سنيدة. عندنا خمارة حمراء وخمارة بيضاء، فانيا، قبصة ديال الملحة وقشور الليمون وبيضة. كما كتشوفوا مكونات اللي بسيطة الصراحة، وهاد الحريشات كيجيو غزالين. كناخدو طحنة كهربائية كنوضعو فيها المكونات اللي عندنا. نتمنى ان شاء الله ان تنال الاعجاب ديالكم وتبارطاجوها مع الاحباب والصحاب. بعد ما ضعت الحليب والزيت، كنوضعو الكوك وسنيدة قشور ديال الليمون قبصة ديال الملحة، وكنخلطو العناصر حتى تجنس مع بعضياتها. دابا غادي نطحن العناصر ديالي حتى يتجنس الخليط، عاد غادي نبدا كنوضع السميدة تدريجيا شويه بشويه. هكا غادي نستمر حتى نسالي الكميه اللي عندي ديال السميده، ونوضع الخمارات، خماره حمراء وفانيا. وغنعاود نخلطهم، وكما كتشوفوا غنحصلوا على واحد القوام مناسب. كناخذوا هذا المينيمول هما فاش كنفرغوا الخليط ديالنا. بالنسبه اي شكل عندكم متوفر عندكم يمكن لكم تستعملوه. صافي كناخذهم دابا غادي ندهنهم بالزبده، كنوضع عليهم السميده، كنرشهم بالسميده. صراحه راه كيجيو زوينين، كيجيو ناجحين. انا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نسالي كاع الليمون اللي عندي، ندهنهم وندير لهم السميده. وغادي نبدا كنفرغ الخليط ديالي، كنبداو كنضع القليل من الخليط، ما تعمرهمش بزاف باش ما يفضش لينا العجين في المول. كنضعو غير القليل، وهكا غادي نستمر حتى نكمل كاع الليمون اللي عندي. خليكم معايا. ودابا بعد ما ساليت، دابا غندخلهم الفران اللي على درجه حراره 180 درجه يطيبوا. وهانتوما كما كتشوفوا كيجيو صراحه كيجيو غزالين بعد ما كياخذوا هذا اللون الذهبي. صافي دابا غادي نبداو غادي ندوزو للسيرو والتزيين. بالنسبه للتزيين عندي الفيرميسيل الاسود، عندي الكوك، عندي الفيرميسيل الملون، وعندي السيرو اللي كما كتعرفوا راه ساهل، فيه الماء وسكر سنيده وقطع ديال البرتقال. كنخليوهم حتى كيولد يعقد وكيولي على هذا القوام هذا. الا كنتو باغيين طريقه ديال التحضير خليو لي في التعليق يمكن لي نشارك معكم. دابا كناخذ
الحريشات جاولي كنبقاو كنسقيوهم بالسيرو مزيان هو الاول، عاد كنبداو كن نزينوهم بالطريقه اللي بغينا. بالنسبه لطريقه تزين اختياريه، واي حاجه متوفره عندكم كلكم تزينوا بها. دابا انا غادي نستمر في التزيين حتى نسالي الحريشات ديالي ونتلاقاو. شوفوا متابعينا الاعزاء، هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشه ديالنا. صراحه كيجيو غزالين. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري كما بغيتوا، يمكن لكم تزينوا. الا كان عندكم اي استفسارات خليوها ليا في التعليق واكيد غنجاوبكم. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والتعليق الزوين والمحفزه. والناس اللي اول مره كتزور القناه ما تنساش تفعل زر الجرس باش يوصلها ديما الجديد. وكنبغي نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد لنا على قناتنا وقناتكم يوميتنا السعيدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.